يتحرك نائب حزبي بين رئاستي الحكومة ومجلس النواب سعياً لتأمين أجواء لعقد جلسة حكومية بجدول لا يخلو من التعيينات. تركت زيارة مناطقية لرئيس تيار سياسي ردود فعل سلبية على خلفيات إنمائية أثارها وحاول تبنيها. تبين أن عدداً من المتعهدين يرفضون تسلم مشاريع من الدولة بسبب التأخر بالدفع والحصول على المستحقات بالليرة لا الدولار.